بين تحديات الغد وتطلعات المستقبل، وبين الواقع والخيال خيط رفيع نمر من خلاله لكي نصل إلى ما نريد. وعندما نصل نعلم بأنه ما كان مستحيلا علينا في الماضي فها نحن اليوم أمامه لكي نجمع ثمار حصاده في المستقبل، وأنه لولا الأحلام ما كان للحقيقة كيان. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة معانا حلقة متميزة جدا، هنبدأها أول حاجة بتقرير مع الورد يتحدث مع الأستاذ محمد اليمني، وبعد كده معانا فقرة هي استغاثة لمدام إيمان سعد، هي من مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وهيسعدنا أن يكون معانا ضيوفنا الأستاذ محمد مجدي عبد الحميد محامي بالجنايات وأمن الدولة للقضاء العسكري، والأستاذ أحمد صلاح سلمان صحفي بجريدة المشهد. دلوقتي هنطلع فاصل مع تقرير الورد يتحدث مع محمد اليمني، وهنرجع لكم تاني مع الأستاذ محمد اليمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إحدى محلات الورد رحنا قابلنا حد، وقابلنا هنقابل حد تاني برضو، كلمنا عن الورد. بجد أنا بقابل ناس بتحس بالورد. فمعانا حضرتك، تعرفنا عن نفسك. مساء الخير، أحمد سيد محاك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تشرفنا بحضرتك، وأنا سعيد بجد بوجودي مع حضرتك إن إحنا نتكلم عن الورد في 2020 بشكله ايه، واحنا بنقدم الورد بيبقى بتقدم لمين، ايه المناسبات، الكلام اللي حضرتك اي معلومة تفيدنا. وفي ناس عارفة عن المعلومات عن الورد طبعا، بس احنا بنتكلم لأي حد يسمع عن الورد. اتفضل استاذ احمد. واحنا سعداء برضو بمقابلة حضرتك، وسعداء بكل من مهتم بالزهور، واحنا في خدمة حضرتك. طيب كلمنا بقى عن الورد، يا بتاع الورد. لا، هو الورد طبعا أرقى، يعني أرقى أنواع الزهور. الزهور دي طبعا من أرقى حاجة، بترفع من المعنويات وبترفع العاطفة وبتزيد من الأشواق، وهي دي يعني أجمل حاجة يعني هتقابلها في دنيتنا، هي الزهور. وكشغل زهور طبعا أجمل من أجمل المهن. تمام، وعايزين نعرف برضه يا أستاذ أحمد علاقة الزهور بالإنسان وبالبني آدمين وبالطفل وبأي حد، بيبقى فيه علاقة طبعا، حضرتك تشرح لنا عنها العلاقة دي، ممكن تبقى إزاي العلاقة دي يعني؟ يعني هي العلاقة حضرتك، هي الزهور بتبقى حاجة من رفع المعنويات واكتساب وزيادة في اكتساب الطاقة، وطبعا وبتزيد من العاطفة، هي دي اجمل حاجه. لاي شخص تهديها له؟ طبعا لاي شخص انا بهديها له، اي فنجان، لا مش عايز، سواء كان كبير صغير طفل، حتى الطفل ممكن يحس بالورده. طبعا يعني هي جالك حد قبل كده كان معاه طفل واهدى له ورده، حسيت بحاجه انت كشخص يعني؟ طبعا. طبعا تبقى حاجه بتفرح الانسان وبتفرح، محفزه يعني، محفزة حاجه الوانها، الوان الورد غير الالوان، بتبقى محفزه، ودي بتبقى حاجه يعني الطفل بيحتفظ بيها، ان هي مش كلعبه، كروح. احنا بنقدم له حاجه، حاجه جميله لونها جميل. تمام، صح. والطفل محتاج كمان ان احنا نقدم له حاجات جميله. طبعا، عشان هو ذكي وجميل. طبعا، صح كده. طبعا. طيب بالنسبه لالوان الورد، ممكن نتكلم على الوان الورد؟ في ناس طبعا عارفاها كتير، بس حقيقة في حاجات نادره بتنزل كل فتره موجوده. هي انواع الورد، انواع الورد كلها بتبقى جميله، وفي حاجات بتتزرع في لسه كنت عند الاسواق المصريه الورد برضو، فكلمنا على الورده البيضاء. تدل على ايه الورده البيضاء؟ بتدل على الصفاء، على الصفاء. عن الصفاء، صفاء الانسان نفسه اللي بياخدها واللي بتقدمها له. ايوه فن. بتدل على كده، بتدل على كده. طيب، وهي ماشي. وهي بتعكس الصفاء. طب الورود النادره اللي اكيد انت، انا عارف راجل بروفيشنال، بسم الله ما شاء الله على حضرتك يعني، وانا عارف انا بتكلم مع مين، بتكلم عن الورد مع مين، لان مش اي حد طبعا يتكلم عن الورد باحساسه والوانه وبالنوادر بتاعته. ممكن نتكلم عن النوادر شويه، الحاجات اللي ممكن الورده دي نقول عليها نادره، ليها شكل معين. هو بص، هو في طبعا زهره من اغلى انواع الزهور في العالم، اللي هي زهره الاوركيد.
الأوركيد. الأوركيد. آه. الأوركيد دي من أغلى أنواع الزهور في العالم. ودي من أجمل من أجمل أنواع الزهور. من أجمل أنواع الزهور. آه. بس هو كده كده الزهور كلها جميلة والورد كله جميل. طبعًا بس. بس دي سبحان الله يعني الخلاق يعني. بتبقى ربنا بيبقى حاجات بيبقى. يعني ممكن منها حاجات نادرة. هي من النوادر وان هي بيعكس النادر بتاعها اللي هو اللي بيعكس ان هي دي ليها لون معين. ليها لون معين. طيب يا استاذ احمد. يا باشا. طيب يا اسف. اتفضل. ليها لون معين يا استاذ احمد الوردة الاوركيد؟ لا ما هي لهاش لون معين وهي سبحان الله يعني هي فيها تدخلات كده من الطبيعة سبحان الله يعني من الخالق يعني فيها نقشات كده بسيطه بتبقى لها روعات يعني مش لونها ابيض مثلا او لا لا هو مش كلون ساده هو بيبقى فيها نقشات بسيطه نقشات حتى بسيطة. لو حتى لو الالوان بتاعتها سبحان الله سبحان الله بتبقى مختلفه جدا. طيب وايه تاني عن الورد في اختصاره عشان الناس بجد انت فدتنا بحاجات وعايزين حاجه برضو من الاستاذ احمد كلمتين يقولهم في اختصار عن الورد. لا هو الورد اجمل حاجه ودي يعني من اعلى من اعلى من اعلى حاجه من اعلى الحاجات الروحانيات اللي هي بترفع من روحيات الانسان. بتفرق من شخصيه انه يكون الليفل بتاعه مثلا عالي او مستواه المادي او بتفرق ولا اي حد ممكن يشتري ورده ويقدمها؟ لا هو او يشتري على حسب الهديه على حسب اللي بيقدمها. تمام. بس يعني ممكن تبقى ورده يشتريها مثلا وليها معناها دي مش معنى ان هي مش معنى ان هي كده ان هي الحاجه تبقى حاجه قليله هي غاليه او حاجه زي كده. استنى. شكرا. ليها لون معين يا استاذ احمد الورده الاوركيد؟ لا ما هي لهاش لون معين وهي سبحان الله يعني هي فيها تدخلات كده من الطبيعه سبحان الله يعني من الخالق يعني فيها نقشات كده بسيطة بتبقى لها روعات يعني مش لونها أبيض مثلا أو لا لا هو مش كلون سادة هو بيبقى فيها نقشات بسيطة نقشات حتى بسيطة. لو حتى الألوان بتاعتها سبحان الله بتبقى مختلفة نادرة. جدا طيب وإيه تاني عن الورد في اختصاره عشان الناس بجد انت فدتنا بحاجات وعايزين حاجة برضو من الأستاذ أحمد كلمتين يقولهم باختصار عن الورد. لا هو الورد اجمل حاجه ودي يعني من اعلى من اعلى من اعلى حاجه من اعلى الحاجات الروحانيات اللي هي بترفع من روحيات الانسان. بتفرق من شخصيه انه يكون الليفل بتاعه مثلا عالي او مستوى. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد ما شفنا طبعا التقرير الجميل ده عن الورد مع الأستاذ محمد يمني متحدث تحفيز. بنرحب بحضرتك يا أستاذ محمد. صباح الخير يا دكتورة مروة وصباح الورد عليكي وعلى قناة الصحة والجمال وعلى كل اللي بيشاهدنا ويتفرج علينا. ربنا يخليك. صباح الخير يا أستاذ محمد. في الحقيقة أنا حابة بقى أن أنا في الأول أسأل حضرتك عن فكرة التقرير الجميل ده. أكيد كان لحضرتك هدف منه في رسالة حضرتك عايز تقدمها فممكن تكلمنا عليها أكتر؟ طبعا رسالة الورد رسالة سامية رسالة فيها محبة فيها مودة فيها احترام فيها ذوقية عالية جدا كمان مش أي حد يحس بالورد. تمام. يعني أنا شفت برضو أنه في نهاية التقرير أن حضرتك لفيت الورد بعلم مصر وكنت بتوزع على الناس في الشارع صح؟ أول شيء طبعا علم مصر ده شرف لأي حد يحمله بجد لأن بلدنا لازم نحبها بجد بقى طبعا. شوية حب بقى شوية حب وشوية خوف وشوية تقدم وشوية الله ننجح وإن شاء الله خير يعني. بس فهي الفكره كلها ان العلم انا بحب بلدي جدا وجدا جدا وهفضل احبها جدا جدا وهفضل اقدم كل حاجه كويسه وكل حاجه ناجحه ليا ولاي حد. تمام. يعني جميل يعني جدا استاذ محمد. يعني يمكن لما شفنا عرضنا التقرير دلوقتي يعني كنت حاسه ان الناس سعيده وحضرتك كنت بتدي لهم الورد. هي يعني فكره ان انا ادي الورد لاي حد مصري او غير مصري كمان مش شرط الجنسيه عموما ان انت تدي ورده لحد
دي بتدي طابع عن ان في سلام وفي محبه ما بيننا وبين بعض، في موده مع اختلافنا طبعا لكل شيء، لافكارنا لوجهات نظرنا لديننا مالناش دعوه. انا الورده دي تدل على يعني مثلا زي الورده البيضاء دي مثلا بتدل على صفاء، الصفاء عنوانها تدل على صفاء، لونها ابيض صافيه نقيه. فانا لما اجي اقدمها لاي حد اللي بيحس بالورد هيحس انا بقدم له حاجه كبيره جدا يعني. تمام. هو هيحس بيها. طيب يعني ممكن احنا لو سالنا حضرتك عن لغه الورود يعني ممكن تجاوبنا مثلا يعني الورده الحمراء يعني؟ والله انا طبعا عملت تقرير عن الورد وقعدت مع ناس محلات ورد يعني محلات كبيره وناس بروفيشنال في الورد. طبعا عشان اعمل عن الورد واتكلم عن الورد لازم افهم انا بتكلم على ايه واحس بايه في ايديا وماسك ايه في ايديا. فطبعا الورده الحمراء في انواع طبعا من درجات الاحمر، بس في ورده شديده الاحمرار. ايه هي الورده تدل على ايه شديده الاحمرار دي؟ يعني عايزين نفهم بقى وننور عقولنا ونبص للورد بجد. الورده الحمراء دي حمراء شديده الاحمرار دي لو قدمتها لحد بتدل على ايه؟ بتدل على شده المحبه. تمام، رائع جدا استاذ محمد. طيب يعني انا حابه ان انا اسال حضرتك عن مقوله او حكمه اثرت في حياتك جدا، ممكن تقولي يعني مقوله اثرت في حياتي جدا؟ في مقوله حلوه جدا انا بحبها وبقعد كل شويه كل فتره كده اقعد اراجعها، اللي هي اللهم صل على حضره النبي، زمار الحي لا يطرب. زمار الحي لا يطرب. يعني ايه بقى زمار الحي لا يطرب؟ نفهمها بقى ونشرحها واحده واحده كده، لان ده فيها تفاصيل كمان كبيره. تمام، احنا هنحاول على قد اختصار يعني. يعني طبعا معانا اسئله كتير. انت لما تيجي تضيف قبل ما تضيف بره للناس، ضيف للبيت عندك الاول، ضيف للاساس، ضيف للطفل عايز يضاف له ما فوق لسه فاضي خالص ذكي، وقول له يا ذكي وشجعه. ضيف لاختك عندها موهبه، ضيف لاخوك عنده موهبه، ضيف لبعض. تمام، يعني نناقش بعض واحنا مش فاهمين، لا نناقش بعض ونناقش بعض واحنا فاهمين، هنوصل لبعض اكتر. لا يعني تقصد حضرتك مثلا ان احنا ممكن نكون بنستخدم اسلوب التحفيز. مش التحفيز بس، مثلاً تحفيز لكن واحترام وادب يعني انا ممكن مثلا اخلاقي تكون جميله جدا بره في الشارع مثلا مع المجتمع. لكن ان احنا نطبقها لكن على بقى نفسنا في البيت عندي بروح طبعا شغل ومش عارف ايه لا ده الاولى والابدا ان انا ابدا بالاساس الاول. تمام. الاساس عندي البيت عندي، اطبق بقى عملي مش يبقى كلام بقى بقوله على التلفزيون او لا. احنا انا جاي النهارده بجد رساله من الورد بتقول لاي حد شبه الورد، انت فيك حاجات حلوه، فيك نجاح، فيك ان انت تقدر توصل لاي حاجه. ما تصدقش اي حد يقعد يدخل جواك معلومات وخلاص، لا انت جواك معلومات كتيره وجواك نجاح، انجح ودور بس بالراحه واحده واحده. معاك انا معاك ضغوط بتخلي الواحد ما بيعرفش يفكر، لا بالراحه. وهات يا عم ورده واقعد قدامها كده وبص لها يعني حاجه بتعلي من روحك. يعني لما بيجي حد ياخد بكوي ورد لحد مهما كانت المناسبه مثلا فرح او اذا كان مثلا نجح في نجاح معين بيدل على يلا. الورد ده بيقول لك كمان يلا يلا يا باشا اطلع اطلع اتقدم وانجح زي الورد. طيب. احنا شبه الورد. بصوا احنا كلنا اللي بيتفرج علينا دلوقتي كلنا كويسين كلنا كلنا او اغلبنا يعني نقدر نقول الاغلبيه مننا كويسين وفي شبه خير فينا والورد كمان في شبه منه الخير فينا. يعني تقصد حضرتك ان احنا بمعنى الانسانيه ان احنا ربنا خلقنا فطره الخير خير يعني. بس في ناس تفضل تقول لك لا مفيش خير، الدنيا ايه، البلد ايه، الحكايه ايه. طيب انت يعني مثلا لو سالنا حضرتك الورده الصفراء بتدل على ايه؟ الورده الصفراء بتدل على نوع من انواع الاحترام. انا قريت عنها نوع من انواع الاحترام لما اقدمها لحد ان انا شخصيه محترمه وانت كمان شخصيه محترمه. تمام استاذ محمد، يعني من ضمن الحاجات اللي هي اثيرت على صفحه البرنامج وناس كتير قوي تواصلوا معانا في الحقيقه، حضرتك طلعت معانا حلقات كتير بس كان يعني كانت في حاجه انه حضرتك ليك كاريزما معينه وفي مجال التمثيل، فهل حضرتك ما فكرتش في مجال التمثيل ده؟ والله بالنسبه لمجال التمثيل انا كده كده نجمي في داخل نفسي، دي اول حاجه. تاني حاجه انا ناس كتيره فعلا كلمتني في النقطه دي
وقالت لي انت بتشتغل في الاذاعه، بتشتغل في الاذاعه والتلفزيون. انا كنت في مجالي في الشغل شغال في كذا حاجه، فسالت بقى فعلا السؤال ده، انت فعلا بتقدم حاجه في التلفزيون او ليك برنامج او ليك قدمت مسلسل؟ وبالدليل على كده ما شاء الله، يعني الحلقه السابقه كانت معانا حضرتك جيت بدور الشيخ مبروك عطيه، ف حاسه ان هي يا مرمر بقى احنا ما احنا كنا ماشي. اتفضلي اتفضلي يا مرمر. طب يعني ممكن حضرتك مثلا النضاره مش معايا بقى. طيب مين الفنان اللي ممكن انت يعني حضرتك تشوفه وتحس ان هو في شبه كتير منك؟ انا بحترم اي فنان بجد، وبقولها على الشاشه، بحترم اي فنان بيقدم فن بجد وبيقدم رساله بجد، رساله حلوه، ولو انا اتفرجت عليه استفاد منه، يفيدني بقصة مثلا هو بيحكيها او حاجة، بس يكون بشكل معين مش خارج عن اي شيء اخر يعني. تمام. طيب يعني ممكن نسأل حضرتك سؤال اخير، ايه الطائر او اي حاجة اللي انت لما بتشوفها بتحس ان انت فيها، يعني شايف نفسك فيها؟ والله يا طيور كلها جميلة، من العصافير للقطط لكل لا قطط مش معانا، بس انا قصدي حتى الحيوانات كلها، احنا بنتكلم على بس كان لحضرتك الكائن بجد اللي اثر فيا بجد. ويمكن كل شويه بقعد اتفرج عليه، اطلع مثلا عندي فوق العماره فوق خالص مع نفسي واقعد اتفرج عليه. ايه هو بقى؟ الحمام. بيبقى حر، بيطير. انا كمان نفسي اطير، عايز اطير. كانت في اطير صورة. بالخير بيبقى جوايا فيض من الخير، مش بقول كده شكر في نفسي او بقول ان انا لا، انا جوايا بجد جوايا تحفيز، باثر في الناس. انا بجد بقعد مع ناس كبير يعني، سواء ايا سن كمان، ممكن نقعد مع بعض بالراحه ونحل مشكله. تمام. مشكله كمان ممكن ان هو شايفها ان هي مشكله كبيره جدا وهي اصلا تتحل واحد اتنين تلاته. طيب يعني حضرتك من فضل الله عليا يعني. الحمد لله والشكر لله. طيب يعني حضرتك مثلا في مشهد معين تحب ان حضرتك تمثله لنا؟ والله انا في زي ما قلت لك يعني كده هخش في التمثيل. يعني حاجه كوميدي بقى كده؟ لا والله انا لو جاني بجد حاجه كويسه وقويه هقدمها. تمام. لو جاني عرض كويس، بس يكون يعني حاجه فيها فن وفيها رساله بجد، ومحتواها يكون محتوى شيك جدا ومفيش اي تطولات عليه ومفيش اي الفاظ او مفيش اي حاجه تكون خارجه، انا اللي عندي قبل اللي عندي، وعشان اقدم رساله كمان مش عشان نفسي. انا الحمد لله يعني نجح في حاجات كتيره قوي، ونجحت من صغري من وانا عندي 8 سنين، وانا او مش 8 سنين بالظبط 10 سنين وانا بجد بشتغل، واشتغلت في حاجات كتيره جدا وفي شركات كتيره مع مديرين كتيره، وبتعامل معاهم بكل احترام، وفيهم شبه من الورد يعني. انا بعملهم ان انت فيك وبتضيف لي وانا بضيف لك ونضيف لبعض طبعا. يعني يا استاذ محمد بصراحه يعني وجود حضرتك معانا بجد هو مطلب، لانه فعلا في كتير متابعين لحضرتك وهم اللي طلبوا بالفعل وجود حضرتك، يعني نظرا للحاله من البهجه اللي حضرتك بتوفرها. والله حاله البهجه دي انا عايز اوصلها لمصر كلها بجد. انا كنت بتفرج على الحمام ونفسي اطير زيه، واخش كل بيت مصري واقول له تعالى اتفرج على الورد، اتفرج على اختك كلمها وافهمها، اتفرج على اخوه كلمه وافهمه، افهم نفهم بعض. لو فهمنا بعض هنعيش حياه بجد زي ما احنا عايزين يعني، وننجح كلنا، هننجح البيت كله عندك هينجح، الشارع كله هينجح، المنطقه كلها تنجح، المحافظه كلها تنجح، مصر كلها تنجح، بس نفتش جوانا على الخير، ما نجيبش سلبيات بقى ونحط في نفسنا وحصل ايه مش عارف ايه. لا انا الحمد لله يعني مثلا على الفيس عندي مثلا السوشيال ميديا باخد منها اللي انا عايزه، مش بضحك. كنت النهارده قاعد مع واحد الصبح فبقول له على فكره، ماسك التليفون هو وشغال يعمل كده، انا شايفه وجاري يعني، فبقول له على فكره التليفون ده بيتحكم فيك، فهو سكت كده وقال لي لا يا عم ازاي بيتحكم فيا، ده انا اللي ماسكه وبتحكم فيه. قلت له لا معلش، ممكن يكون بيتحكم فيك كمان، انا اسف. قال لي ازاي؟ قلت له معلش، انت بتتفرج على معلومات وبتبص على حاجات، هتلاقي في الحاجات دي في وسط الحاجات دي حاجات محشوره عشان توصل لك فكر معين او حاجه معينه مثلا سلبيه، مفيش خير. تمام. مفيش امل يعني، مفيش من ضمن الاقاويل اللي حضرتك فين ظننا في ربنا؟ فين الدين عندنا ان احنا فعلا ظني النهارده انه اجمل يوم في حياتي
وبكره كمان اجمل من النهارده. انا وبعد بكره اجمل. معلش يا استاذ، اتفضل. يعني في الحقيقه حضرتك فعلا حد اكتر من رائع، ويمكن قلت مقوله جميله جدا: فتش من جواك او ابحث عن الخير دايما والحاجه الايجابيه جواك. وفعلا ده اللي احنا المفروض كلنا ان احنا نعمله. طبعا الحديث طويل جدا، انا بحتاجه في تعاملاتي مع الناس. يعني نفسي اشوف تعاملات الناس الذوقيه بتاعتنا بقى. معلش في كلمه شكرا، اسف، سوري، اللي هو نحترم ان احنا بني ادمين زي بعض، ونحترم ان انت انسانه محترمه وانا راجل محترم، وفي مخرج محترم بيصورنا، وفي ناس شغاله زي ما قلت قبل كده في الحلقات اللي فاتت. تمام. بتقدم أنا الورد، وهي شبه يعني الورد فيها شبه من الناس دي. تمام. بجد بالوانها يعني فيها محمد. في الابيض. يعني في النهايه انا فعلا بشكر حضرتك، وطبعا يعني اكيد الوقت فعلا بيمر. انا عايز وقت كبير يا مروه بجد، بالسرعة. عايز وقت عشان عندي كلام كتير قوي للطفل. يعني يا مروه معلش انا عندي كلام كتير قوي لمصر للطفل. خلينا نتكلم عن الطفل في اختصار. طيب معلش اختصار يعني خلاص. الطفل محتاج رعايه مننا، محتاج ممري فاضي، هو الطفل محتاج ان احنا نقدم له ونضيف له، نقول له انت ذكي، يلا يلا احنا معاك، لو عندك موهبه نميها، لو عندك شيء يلا انا معاك بس. وشكرا جدا. تمام. انا في النهايه وصباح الورد على مصر كلها وعلى اي حد يتفرج على الحلقه دي. تمام. وعلى اي حد يتفرج على الصحه والجمال. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد اليمني، متحدث تحفيز، على وعد ان شاء الله بتقرر الموعد. ودلوقتي مشاهدينا الكرام هنطلع مع استغاثه من مدام ايمان سعد المقيمه بمركز البدرشين بمحافظه الجيزه. كانت حابه ان هي توصل رساله للمسؤولين من خلال كاميرا البرنامج. هنطلع مع التقرير ده، وبعد كده هنرجع تاني مع ضيوفنا الاستاذ محمد عبد الحميد محامي بالجنايات، والاستاذ احمد صلاح سلمان صحفي بجريده المشهد. الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريه، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، استغاثه من مواطنة بتعيش في أم الدنيا مصر. أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان عندي بيت بنيته من مجهودي وشغلي، جه للأسف في طريق الكوبري الدائري الأوسطي فتمت إزالته. لما جيت أطلب تعويض اتضح لي أن أنا ماليش أي تعويض، لأن دي أرض دولة. طيب انا ذنبي ايه في ارض الدولة؟ انا ما كنتش على علم بالكلام ده. رحت للي باعلي قال لي انت اشتريتي وانا بعت. حضرتك ليه ما بتحاسبوش الكبار اللي حطوا ايديهم على الفدادين وباعوا للغلابة انا وغيري؟ انا حطيت قرش على قرش واستلفت واخدت كارد، والكلام ده مثبت طبعا في البنك المركزي، وبسدد الكارد. انا بنيت في 2017، وكان كل املي وطموحاتي ان انا الم تلات ولاد ولادي في بيتي واقعد فيه. انا كنت فعلا من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبمشي بعكازين، بروح شغلي، بقضي حاجاتي في بيتي، بتعايش. لكن بعد ما بيتي اتهد جات لي جلطه وقعدت على كرسي متحرك، ولا بروح شغلي ولا بنزل لاني محتاجه اللي يساعدني. انا دلوقتي قاعده في شقه ب 2000 جنيه ايجار حضرتك يا ريس. انا مرتبي كام؟ 2000 جنيه. معايا ولد في الجامعه، بنت في الاعداديه، بنت في الابتدائيه، ولوحدي بصرف على دول لوحدي، ومجتهده وبجازف وبروح وكنت من مؤيدين حضرتك يا ريس. انا كنت حامل، واي مسيره للسيسي انزل تسلم الايادي، اجيب توك توك وبطني كانت قد كده وانزل واروح المسيره وافضل اهتف، ومن مؤيدينك وافضل من مؤيدينك يا ريس. انا ما بعملش الفيديو دوت لاي حاجه، انا بتمنى من حضرتك تسمعني وتشوف ظروفي زي اي حالات كتير. بس انا اكتر حاجه ان انا واحده معوقه، انا ما بتكسفش من كلمه معوقه. انا مجتهده واشتغلت وكملت تعليم واتجوزت وخلفت احسن من ناس كتير، وراضيه باي حاجه. انا بناشد حضرتك يا ريس تشوف لي حل. انا خسرت بيتي وخسرت صحتي. حاسبوا الناس الكبيرة يا ريس، ما تحاسبش الناس الصغيرة اللي يا دوبك بتجيب قوت يومها بالعافية. أنا بناشد حضرتك، أنا بيتي اتهد وصحتي راحت وعيشتي بقت ضنك،
بناشد حضرتك بروح الاب، حضرتك بتوصي على المعاقين، انا ما خدتش اي حقوق من حقوق الدوله في المعاقين، ولا شقه ولا عربيه ولا اي حاجه، انا ما خدتش حاجه واعتمدت على نفسي، ولسه بسدد الكارد اللي بنيت بيه البيت اللي اتهد، معايا عقد اللي اشتريت بيه، ومعايا صور البيت قبل ما اتهد وبعد ما يتهد. فبناشد حضرتك بروح الإنسانية والرأفة والرحمة تشوف حالتي وتنظر فيها، أنا مش طالبة حسنة من حد، ده حقي حقوقي، أنا ما نهبتش حد وبنيت ولا رحت ولا جيت، أنا حقي بانية بالسلف وبقرش على قرش وبالقرض. صح، حاسب الكبار يا ريس، الكبار اللي أخدوا ملايين من الأراضي دي، وانا يا دوبك ده 100 متر يا ريس، 100 متر كنت بتمنى الم ولادي بيهم. ارجوك يا ريس، ارجوك ارحم الشده اللي انا فيها يا ريس، انا الوحيده في المنطقه اللي ما تعوضتش، كل الناس تعوضت، حتى بلاش، انا غلطت واشتريت ارض ملك دوله، المباني حشقايه، حضرتك حاسب الكبار، انا ما تعوضتش يا ريس، الوحيده في المنطقه كلها، وحضرتك ممكن تعرف الكلام ده، اللي انا ما تعوضتش، كل الناس اتعوضت، انا ولا حتى مباني، المباني. طب يا جماعه، يا سياده العميد، المباني، قال لي لا انت مخالفه يا باشا عشان ظروفي، تعاطف مع ظروفي يا ريس، لا انت مخالفه، وانا ما قدرتش اتكلم، وقعدت من طولي وقعدت في مستشفى التاهيل الطبي بتاع القوات المسلحة اللي في العجوزة، وحضرتك تقدر برضو تعرف تاريخ دخولي وخروجي منها، 96 يوم يا ريس وما تحسنتش، وزلت 6-9 شهور دلوقتي وما تحسنتش، ده نتيجة زعلي عشان بيتي، عشان شقاية، عشان يعتبر مانيت، وتوبة توبة يا ريس، بطلب من حضرتك تبص في قضيتي بعين الرحمة والإنسانية، وأنا عارفة أن حضرتك إنسان وبتحس بالناس وبتحس بالمعوقين وبتحس بالغلابة، كل ده اللي بتمناه من حضرتك، والفيديو ده مش لأي حاجة، لا فعلا أنا وصلت المرحلة الأخيرة لما فقت من الجلطة وابتديت يا دوبك أخد نفسي، إن أنا فعلا أوصل لك صوت يا ريس بالطريقة دي، مفيش غير كده، مش عارفة أوصل لك يا ريس. وأخيرا يا ريس، أنا إيمان سعد صادق حبيب من مدينة البدرشين جيزة، البيت في جزيرة البدرشين، العنوان الحالي أنا مقيمة دلوقتي في الهرم جنب المراكز بتاع العلاج الطبيعي، المفروض ان انا هعمل فيها علاج طبيعي. رقم تليفوني 010-193-34-28، ولو حضرتك ورقم بطاقتي 276-0207-21-0. ودلوقتي مشاهدينا رجعنا لكم تاني مع ضيف فقرتنا الاستاذ محمد عبد الحميد، محامي بالنقد بالجنايات وامن الدوله للقضاء العسكري. بنرحب بحضرتك استاذ محمد. طبعا يعني اعرضنا دلوقتي حضرتك زي ما شاهدت معانا التقرير، تمام. في البدايه حابه ان انا يعني اسال حضرتك سؤال، يعني هل يوجد قانون بيجرم وضع اليد على املاك الدوله؟ طبعا شرع القانون، قانون العقوبات المصري بمقتضى المادة 58 لسنة 37 لحماية أملاك الدولة، تمام، لا سيما بقى سواء كانت أرض، سواء كانت مباني، سواء كانت عقارات، سواء كانت أيا كان، هي شرعة المادة ديت في الباب الـ 14 لحماية مال الدولة من حق على أراضيها وأبنيتها وعقاراتها، تمام. وصلت؟ تمام. طيب يعني إحنا أستاذ محمد عارفين، يعني خلينا نتكلم بصراحه، تمام. يعني احنا عارفين ان في قوانين كتير جدا، كلام محترم، لكن بنتساءل بقى عن القوانين اللي هي مفعله يعني اللي هي بالفعل مفعله، فهل القانون مفعل ولا هو قانون؟ مفيش قانون غير مفعل ما لم يصدر حكم من المحكمه الدستوريه، سواء كان او المحكمه الاداريه بالغائه واعتبار الماده كان لم تكن، او بعدم دستوريتها، او حكم بعدم دستوريتها، فتصبح الماده ليها وجود في قانون العقوبات المصري او القوانين العقوباتيه، وانما مش مفعله ومش معمول بها.
تمام. انما احنا عندنا الماده 372 من قانون العقوبات المصري مقرر، تمام، لا سيما الماده 115 و119 حددوا كيفيه الاستيلاء على العقارات المملوكه من الدوله، سواء كانت من موظف او من غير الموظفين، بمحررات او عن طريق مجرد الظهور عليها بمظهر المالك ثم التصرف فيها. وصلت لسيادتك؟ تمام. طيب يعني احنا برضو ممكن نتساءل، يعني هي بالنسبة للمشكلة اللي معانا طبعا هي بتتكلم على ان بالنسبة للمشكلة اللي معانا هي تلك السيدة لم يصدر او لن يصدر لها يعني حق في قانون العقوبات المصري، وانما تلجأ بقى للقضاء المدني لتدعي على الرجل اللي بعلها دوت بما لحقها من ضرر. وصلت لسيادتك؟ لان الفقره 372 الفقره الثانيه اجازت ان الدوله تسترد الارض وما عليها من عقارات، تمام، ومش بس كده، ده قالت ان الدوله ممكن ان هي تطالب الرجل المنتفع دوت او وضع اليد، تمام، بالارباح اللي تربحها مده استيلائه على العقار. تمام. وصل. يعني شيء جميل جدا. طيب يعني احنا في برضو سؤال شائع، يعني او اقاويل شائعه، ان هو جميل جدا طبعا ان في حته القانون والمخالفات وكده، لكن احنا النهارده يعني عايزين برضو نسال، كانت من الامور الشائعه انه تم رصد مخالفات بنسبه 80%. تمام. فهل دي شائعه ام دي بالفعل يعني حاجه مؤكده؟ لا، هي ليست شائعه، هي نسب مؤكده للاسف. 80%؟ اه 80%. طب بس يعني نسبه كبيره جدا. اه كتير. طيب يعني هو القانون ده ما كانش معمول بيه على يعني الى حد كبير قبل تعديل الماده 372 فمكرر بالقانون رقم 164 لسنة 2019، واللي كان بمثابة الثورة التشريعية اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن لازم نحط حد للمخالفات دي. تمام. لأن احنا عندنا معظم التشريعات العقابية مش شرط أن التشريع العقابي، واحنا دائما بننادي بذلك، مش دائما التشريع العقابي اللي يحمي الشخص من شخص أو من الآخر، وإنما شرع بعض التشريعات العقابية لحماية الشخص نفسه أو المتهم نفسه أو الفرد من نفسه أو من شر نفسه. تمام. وصلت لسيادتك؟ فإحنا بنلاقي إن إحنا معظم الأراضي المتعدى عليها هي من الأراضي الزراعية، سواء كانت أو من الأراضي الصناعية في المدن الجديدة، فبالتالي بيصبح إن إحنا بتقل الرقعة الزراعية في مواجهة الأبنية. وصلت لسيادتك؟ وديت المشكلة اللي إحنا فيها اليومين دول. تمام. طيب يعني برضو انا حابه ان انا اسال حضرتك، يعني احنا النهارده بنتكلم في يعني في قانون بيطبق، تمام، لكن الـ الـ الافراد نفسهم او احنا كمجتمع ما عندناش حته التوعيه بان احنا نعرف يعني حقوقنا مثلا وواجباتنا ايه مثلا المفروض مثلا يعني متضررة مثلا زي المدام اللي معانا دلوقتي، يعني طيب هي هتلجأ ليه؟ يعني والله هو لا خاب من استشار، ولجوء تلك السيدة في الحالة دي، تمام، بتلجأ للقانون المدني لترجع على ما منبع لها بالتعويض، فتصبح، لأن القاعدة القانونية احنا دائما بنقول ان القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة، فبالتالي انا لما تضرر من شخص جراء فعله يبقى نرجع بقى للقانون المدني. القانون المدني قال لك من تسبب بنفسه او بشخصه في ضرر للغير ملزم بالتعويض. تمام. فاحنا نتكلم بقى قدام القضاء المدني في خطا وضرر وعلاقه سببيه، ونتكلم بقى في موضوع التعويض. هو يعني ممكن يكون مثلا من السلبيات برضو اللي احنا بنشوفها مثلا للمواطنين عموما، انه مثلا ممكن يعني خلاص القضية مثلا ممكن تاخد سنين طويلة. أكيد. فبالفعل هي بتاخد اجراءات طويلة يعني. والله هو القضاء المدني من شيمه ان هو للأسف حباله طويلة، والكلام ده خلاف القضاء الجنائي او تطبيق القانون الجنائي،
اللي بيتسم بالسرعه والموضوعيه وبيتسم بان هو يعني دور القاضي المدني. احنا دايما بنقول ان دور القاضي المدني هو عباره عن ميزان له كفتين، اللي بيحط دليل في كفته بترجح الكفه، تمام. انما بقى الكلام ده بيثار عكس خلاف القاضي الجنائي اللي بيعتمد دوره على التمحيص والتدقيق والتحقيق، وصلت لساتك؟ فدوره مش سلبي، الدور ايجابي بحت. تمام. طيب يعني النهارده كحضرتك برضو يعني محامي ومتخصص في المجال ده، يعني ايه مثلا الرساله النهارده اللي حضرتك حابب توجهها في ان احنا عايزين يبقى للشعب عنده توعيه بالحقوق بتاعته، يعني بالمخالفات؟ يعني مثلا النهارده في مخالفات كتير تمت، تمام، زي ما حضرتك ما يعني نسبه 80% دي ليست بالقليله. ايوه اكيد. تمام. طيب انا النهارده ازاي يبقى في توعيه قانونيه بالنسبه للافراد علشان ما يقعوش في نفس الاخطاء دي؟ والله هي التوعيه ديت مش هتتم عن طريق وسائل الاعلام سواء كانت مقروءه او مسموعه او مرئيه، وانما هتتم عن طريق التصرفات الشخصيه للافراد نفسهم. حضرتك فاهمين يعني احنا دلوقتي لما بيحصل او قبل اي تصرف، تمام، بنقول لحد او اللي هيقوم بالتصرف ده اسال المحامي، يقول احنا هنبيع مثلا قطعه ارض في على المشاع، اسال محامي. فبالتالي يكون له مقال يوجهه توجيه صحيح. تمام، وصلت سيادتك؟ انما انا اقوم بالتصرف من نفسي، لان احنا معظم لان احنا شعب، معلش انا اسف في اللفظ مع احترامي الكامل للشعب، احنا شعب طيب وبيتسم بانه بياخد الامور بالفطره. حضرتك فهماني؟ فدايما بيقع في مشاكل بسبب النقطه دي. تمام، وصلت. تمام. طيب يعني طبعا هو الموضوع طويل جدا. لا هو الموضوع يعني طويل جدا، يعني احنا الماده 372 ديت لو قعدنا نتكلم فيها، لان اول ميلاد للماده ديت كانت بتعاقب بايه؟ كانت بتعاقب بالحبس وغرامه ما تزيدش عن 1000 جنيه. حضرتك فاهمني؟ ايه اللي خلى الماده ديت بالقانون رقم 164 لسنه 2019 فجاه كده على مدار سنين طويله كانت ماشيه رويدا رويدا، تمام، اصبح السجن فيها لا يقل عن 5 سنين؟ سبحان الله، ده طفره تشريعيه، تمام. الغرامه ما تقلش عن 1,000,000 جنيه. تمام. طيب وصل. يعني انا فموضوع طويل جدا. تمام. انا في النهايه بشكر حضرتك جدا استاذ محمد السيسي، محامي بالجنايات وامن الدوله للقضاء العسكري. ودلوقتي هنطلع فاصل مع ضيفنا الاستاذ احمد صلاح سلمان، صحفي بجريده المشهد. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع الأستاذ أحمد صلاح سلمان، صحفي بجريدة المشهد. بنرحب بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ مروة، وبعتذر على التأخير طبعا. تمام. طبعا حضرتك يعني اولا منورنا في برنامج يوم في الخير. ثانيا حضرتك احنا دلوقتي كان في استغاثه لمدام ايمان سعد، يعني لو حضرتك حابب انك ممكن تعقب لنا على الاستغاثه دي، يعني بما ان حضرتك شاهدت الواقعه بنفسك. تمام. هي المدام ايمان من البدرشين، فزي ما قالت يعني ان هي اشترت ارض، والارض دي جت في نطاق كوبري الدائري الاوسطي. فبعد ما اشترت الارض اكتشفت ان الارض دي ملك دوله، وهي بنت عليها البيت، فتم ازاله البيت وجت تطلب تعويض زي الناس، طلع ملهاش تعويض عشان يعني الارض وضع يد، اللي باعها لها بقى وضع يد. فانا هي طبعا بتناشد المسؤولين، وانا برده كمان بقول يعني لو في حد هيتحاسب المفروض اللي باع لها ارض مكتوبه في العقد ان هي وضع يد كمان هو يتحاسب، او يشيل معاها لو هي مثلا في خسائر يتحمل معاها هذه الخسائر. وطبعا يعني ارجو ان المسؤولين ينظروا لها بعين الرحمه، خاصه ان هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، ورئيس الجمهوريه بيوصي على ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا. طبعا. طيب يعني انا كنت لسه يعني بنتحدث دلوقتي مع الاستاذ محمد عن دور يعني حضرته مثلا كعايزين توعيه للمجتمع مثلا في الشؤون القانونيه. حابه ان انا اسال حضرتك يا استاذ احمد عن دور الصحافه في تنميه المجتمع. لا، دور الصحافه كبير جدا في تنميه المجتمع طبعا،
هو في الفترة الأخيرة مش ظاهر، لأن في ناس كتير ظهرت أصلا مش صحفيين وبيدعوا إن هم صحفيين، وفي مواقع إلكترونية كثيرة جدا طلعت كده تحت مسمى صحف، ولكن للأسف الدور الصحافة في تنمية المجتمع موجود ولكن مش ظاهر زي الأول. الأول كان مثلا من 10 سنين ولا حاجة كان هم حوالي 10-15 جريدة في مصر بمواقعهم فقط لا غير، فدلوقتي الدنيا بقت صعبة جدا. طيب يعني مثلا احنا ممكن يعني نسأل حضرتك، هل يعني احنا عارفين ان في دلوقتي مواقع تواصل كتير جدا، يعني هل كثرة انتشار المواقع الإلكترونية مثلا والإخبارية وكده، هل كثرة الانتشار ده جاء بالسلب ام بالإيجاب؟ بالتأكيد جاء بالسلب، لان يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن حد بمبلغ بسيط جدا يعمل موقع إلكتروني او من غير مبالغ يصمم موقع إلكتروني ويسميه جريدة وناس تكتب فيه وبقى اسمهم صحفيين من غير أي قوانين ولا أي شيء. يعني لا يوجد مثلا قانون، يعني احنا بنسمع فعلا بالفعل شائعات كتير جدا، فهل يعني في قانون مفعل؟ يعني احنا يعني عارفين ان اكيد في قوانين كتير جدا، بس هل بقى في قانون مفعل انه مثلا بيلزم الموقع اللي هو بينشر مثلا اخبار كاذبه يعني بالرد عليه مثلا، او الردع يعني حتى لا يتم هذا مره اخرى؟ وللأسف الشديد القانون موجود ولكن غير مفعل. غير مفعل يعني ممكن حد ينشر الشائعة، والمفروض ان احنا نعرفه ان الشائعة بتتحارب. يعني انا درست في كلية اعلام ان كيف نحارب الشائعة، نحاربها بالحقيقة او بالمواجهة او بالعقاب. حد نشر شائعة وهو مش صحفي مثلا يتعاقب، لو صحفي ونشر معلومة غير مؤكدة يعتذر في نفس المكان اللي نشر فيه عن الخبر اللي هو الغير صحيح اللي اصبح شائعة. تمام. طيب يعني هل الصحافة النهاردة برضو يا أستاذ أحمد، يعني خلينا نتكلم بقى بصراحة شديدة، هل الصحافة الموجودة على الأرض الحالية فعلا يعني بتقدم مثلا الخير أو بتأثر في المجتمع بشكل إيجابي؟ طبعا أنا أحكي لحضرتك يعني آخر موقف أتذكره في مشاركة يعني الصحافة قامت بيه بالخير، وكان تمام يا ريت كان العبد لله يعني طرف فيه. يعني احنا بصراحة هنا في برنامج يوم في الخير دايما بنحب ان احنا المواقف، احنا عارفين ان في سلبيات تمام، بس دايما بنحب ان احنا برضو نذكر الحاجات الإيجابية بحيث ان هي تبقى تحفيز وقدوة. يعني صحيح، وانا جاي في الطريق افتكرت الموقف ده، وبما انه برنامج يوم في الخير مع حضرتك يعني فتذكرت كان في شاب اسمه علي وشهير اللص التائب. هو يعني قطع ايديه تحت عجلات القطار وايديه الاثنين، والمهم كنت بعمل معاه، كان كل الصحف وقنوات بتنتصر ان هي تعمل معاه تجري معاه حوارات او لقاءات، فكنت من ضمنهم. وبفضل الله لما كتبت عنه الموضوع انا الوحيد اللي كتبت في الفقره الاخيره ان هو بيطالب بعمره عشان يطهر نفسه من الذنوب ومفيش امكانيات، ففي احد القراء قرأ الخبر وعرض ووصلتهم ببعض، وبفضل الله علي طلع العمرة هو ووالدته كمان على نفقة فاعلين الخير ده. فده دور الصحافة في الخير يعني موجود الحمد لله. طبعا وفي كتير يعني. في ناس زملاء كتير جدا بيعملوا ده، والحمد لله الدور ده موجود يعني. طبعا ويعني احنا نتمنى ان طبعا يكون كل المجتمع كده. طب يا استاذ احمد برضو النهارده عايزين نسال حضرتك عن الرساله اللي حضرتك تحب ان انت توجهها في برنامج يوم في الخير، يعني رساله حضرتك سواء بقى للمجتمع للشباب لاصدقائك من نفس المهنه يعني. تمام. يعني عايز لو في نفس المهنة لزملائي عايز أقول إن إحنا نفرق ما بين النقد والهجوم. طبعا اللي بينتقد بيكون لصالح بلده، أما بنتقد مسؤول مثلا أثر في دوره فأنا بنتقد لصالح البلد. أما الهجوم ده حد بيحارب البلد، أنا بهاجم على طول الخط، أنا بهاجم أي حد في مسؤولية أنا بهاجمه من غير سبب، ده اسمه هجوم وده أنا بضر ببلدي. أما النقد فبيكون لصالح البلد لأني عايز بلدي تتقدم للأمام، وبكون أنا شريك في هذا التقدم بنقدي للمسؤول إذا أخطأ، وطبعا نشكره إذا أحسن. تمام. طيب يعني برضو حضرتك يعني ممكن تكلمنا عن حاجة بتأمل يعني أو بتطمح إن هي تحصل في الفترة القريبة؟
انا بتمنى يعني حلم او امنيه عند حضرتك تحب ان تشوف بقى حضرتك فيها او المجتمع فيها؟ يعني بتمنى ان قانون الصحفيين يفعل او قانون الاعلام بصفه عامه يفعل، واللي يغلط يتحاسب ويتعاقب بالقانون اللي هو اقره مجلس النواب في السنه الاخيره دي. ده لو حصل احنا هنصبح حاجه تانية ومش هنشوف الشائعات اللي احنا بنشوفها كل يوم والتاني. انا كنت عامل تقرير في جريده المشهد عن 50 شائعه في شهر واحد، يعني طبعا اتهامات لوزراء وتوقيع ما بين الحكومه والشعب. هو في سلبيات بس طبعا اللي كان بيتنشر من شائعات كان حاجات اوفر شويه، والناس طبعا في ظل الاحتقان اللي موجود كانت بتصدق وتنشر وتشارك. فانا بخاطب بتمنى يعني ان يتم تفعيل قانون الاعلام، وكمان بخاطب المواطن او القارئ ان هو مش اي حاجه يشوفها يصدقها، ما يصيرش ورا الشائعة. تمام. انا يعني في النهايه طبعا بشكر حضرتك استاذ احمد صلاح سلمان صحفي بجريده المشهد، والرساله اللي انا حابه النهارده ان انا اوجهها، طبعا احنا عارفين ان مدام ايمان سعد هي يعني هي أخطأت بدون قصد، تمام، لكن احنا هنا بنتحدث عن روح القانون. دي استغاثة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما عرضنا كده في التقرير ان هي بتستغيث بالدولة. طبعا من حق الدولة ان هي فعلا تاخد الارض دي لان دي من املاك الدولة، ولكن برضو من حق الدولة انه فعلا محاسبة من باع لها. في النهاية مشاهدينا بجد فعلا الوقت بيمر معكم بسرعة، ونحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة احلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير. بحفظ الله.